smash that like button, because if you guys like these type of videos, I will make more of these videos. وسير في طريقك وبين الحق لا يهمنك أن يتابعك أحد. لا تنشغل بكثرة الناس فإن الكثرة غالبا غير محمودة. وما رأينا الكثرة محمودة في كتاب ربنا تبارك وتعالى ولا حمدت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا تنشغل بالكثرة ولا تنشغل بالأتباع. تلين الكلام في فلان من أجل أن يكون معك فلان وفلان تستكثر بهم، وتميع الكلام في فلان من أجل أن يكون معك فلان وفلان تستكثر بهم. ولكن يا ترى هل ذكرت موقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما تسأل، عندما تسأل أن فلانا هذا كنت تعلم منه كذا وكذا، فلماذا لم تبين وتنصح للأمة؟ لماذا لا تنصح للأمة؟ هذا الواجب عليك أن تبين طالما علمت، طالما علمت يجب عليك أن تبين. ولا تأخذك في الله لومة لائم، هذا الواجب على المسلم. ولذلك رأينا السلف يرفعون أصواتهم ويعلنون بمخالفة المخالف، لا يهمهم أن فلانا يرضى عنهم أو لا يرضى عنهم، يقبل أو لا يقبل، المهم أن يبينوا. جزاك الله خير. المهم أن يبينوا الحق، هذا الذي يهمك. يرضى ما يرضى لا تنشغل بهذا، شغل بما يرضي الله عز وجل. فمن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله عز وجل برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فيصير حامده ذاما. مع الوقت ترى هذا الذي كان يحمده بالأمس هو الذي يذمه اليوم. فلا تنشغل برضا الناس أو بإرضاء الناس، وإنما انشغل بإرضاء الله عز وجل.